أنا فقط دعني أعطيك هذا الكتاب. ما الذي يثبته؟ هذا كتاب خطير جدا. الكتاب اسمه القوة الناعمة، مؤلفه جوزيف ناي، نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية، يعني الرجل له ثقله جدا في المجتمع سواء السياسي أو التربوي. نعم. هذا الرجل ماذا يريد أن يقول؟ طبعا هو عرف القوة الناعمة، يقول القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال. بمعنى طبعا هو قال في ضمن الكتاب كلمة خطيرة جدا، قال نحن نستطيع تركيع الشعوب وتغييرها من خلال البوكيومون وسلاحف النينجل. عجيب، هذا كلام خطير، والرجل يدرك هذا الأمر ويقول أن أمريكا الآن يعني أخطأت خطأ كبيرا حينما قللت ميزانية ضخ هذه البرامج للعالم الغربي، ولهذا حتى الغربيين أنفسهم. نعم. الآن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية ممانعة تجاه أفلام هوليوود التي تضخ على العالم، بينما نحن نستطيع أن نتابعها في أي مكان، بل هناك قنوات عربية وملاك عربيين وخليجيين يتولون بث هذا الشر الذي أفسد، لا أقول يفسد، هو أفسد، ولهذا نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة خطيرة دون أن نشعر بها. نعم. دون أن نشعر بها. صحيح. وهي تدييث الأخلاق. تدييث أصبح الإنسان تديفت أخلاقه دون أن يشعر، وهذه الخطورة. يعني عندما تأتي أنت وتهاجم ستدافع لأنك تشعر أنك حشرت في زاوية ومن ثم، لكن هذه لا، هي تغير فيك كما يقولون هم الغربيين، خطوة خطوة. لهم سياسة يقولون سلولي سلولي بتشور، فهو بطيء بطيء لكنه أكيد المفروض في الأخير. وهذه الخطورة هنا. أنا أقول أن القنوات الفضائية تطبع فينا أخلاق دون أن نشعر. أيوة. تمام؟ يعني نرضى بممارسات يرفضها ديننا ترفضها مرؤاتنا، لا يمكن الإنسان لو دفع إليها دفعا أن يرضى بها. نعم. ولكنها تأتي مع الزمن. نعم. وهي أخلاقية لا يمكن يرضى بها الإنسان غير المسلم فضلا عن الشخص المسلم. أنا عجبتني كلمة قرأتها، قال برامج الأطفال قنابل نفسية متفجرة كل دقيقة. الله. لها من الضحايا كل يوم على امتداد مساحات الدنيا كلها كاملة، ومن الصعب أن تندمل على مر العصور. أوه. أنت تعرف أن روبن هوك وكونان وبوكيمون ماذا يفعل في أولادنا؟ يفعل فيه ما لا يفعله ألف مربي. يا الله. طبعا هو